من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال حديثنا في باب الاشاره والنص على ابي محمد الحسن العسكري عليه الصلاه والسلام الحديث الخامس من احاديث هذا الباب عن احمد ابن محمد ابن عبد الله ابن مروان الانباري قال كنت حاضرا عند مضي ابي جعفر محمد ابن علي عليه السلام، فجاء أبو الحسن عليه السلام فوضع له كرسي فجلس عليه، وحوله أهل بيته وأبو محمد قائم في ناحية، فلما فرغ من أمر أبي جعفر التفت إلى أبي محمد عليه السلام فقال: يا بني أحدث لله تبارك وتعالى شكرًا، فقد أحدث فيك أمرًا. ذكرنا في الحلقة الماضية أن السيد محمد المدفون في بلد في دجيل، هو أكبر أبناء الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يظنون أنه الإمام من بعد الإمام الهادي لفضله وورعه وعلمه وكبره فخرج حاجا وتوفي في بلد حيث مدفنه الان السيد محمد سبع الدجيل كما يقال عنه وله منزله عظيمه الا انه بوفاته في زمان الامام الهادي عرف المؤمنون انه لم يكن هو الامام والا لبقي حيا الى بعد ابيه لكنه توفي في حياه ابيه وحين ذاك ظهر للمؤمنين ان الله سبحانه وتعالى قد قضى قضاء حتما بان يكون الامام من بعد الامام الهادي هو الامام الحسن العسكري، لكنهم لم يكونوا يعلمون ذلك، ولعله كما ذكرنا حفظا للامام العسكري من السلطه العباسيه الغاشمه. ولعل وفاة السيد محمد لم تكن طبيعية لأنه توفي وعمره ثلاثة وعشرون عاما وهو في طريق الحج، يعني وفاته الظاهر أنه لم تكن طبيعية، ولعله قد سُمَّ في سفره حتى توفي في بلد، فصار وقاء ووقاية للإمام الحسن العسكري. في هذا الحديث الشريف يقول الراوي أنه كان حاضرا حينما اجتمع الناس في منزل الإمام الهادي لتعزيته طبعا الإمام الهادي لم يشهد جنازة السيد محمد لأن الإمام كان في سامراء وبين سامراء وبلد يمكن خمسين كيلومتر فلم يذهب إلى بلد، ولم تنقل جنازة السيد محمد إلى سامراء، بل دفن حيث توفي، فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام جلس للتعزية، لأنه مستحب تسلية المصاب وتعزيته، ومستحب أن يجلس حتى يأتي الناس ويعزونه بوفاة من توفي منه، زين الناس أجوا وعزوا الامام الهادي وانتهى امرهم وابو محمد الامام الحسن العسكري كان قائما في ناحيه هو ايضا من الذين يتلقون التعازي ويستقبلون الناس. عندما انتهى كل شيء الامام الهادي التفت الى الامام العسكري فقال يا بني احدث لله تبارك وتعالى شكرا. أنت دائما شاكر لله، لكن الآن الله سبحانه وتعالى أظهر ما خفي على الناس من أمر إمامتك، وهذه نعمة تستوجب شكرًا جديدًا، لأنه كلما الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة جديدة، هذه تستوجب شكرًا جديدًا، حتى لو أنت مستمر شاكر لله سبحانه وتعالى. لكن حينما ترى نعمة فأحدث شكرا جديدا. أحدث لله تبارك وتعالى شكرا. والشكر شنو هو؟ الشكر قلبي ولساني وعملي. أما الشكر القلبي فهو معرفة المنعم ومعرفة حقه. يعني إذا الإنسان بقلبه عرف الله سبحانه وتعالى وعرف حقه وأذعن له وآمن به فهذا شكر قلبي. الشكر اللساني واضح مثلا يقول شكرا لله بلسانه بكلام. وأما الشكر العملي فهو القيام بمقتضى النعمة بأداء حق الله وحقها. يعني الله إذا رزقك مالا أنت في قلبك تشكر الله سبحانه وتعالى بأن تعرف أن هذا المال من الله رزق منه، وأن تقول بلسانك الشكر لله، الحمد لله، وأن تصرف هذا المال فيما أمر الله به من نفقة عيالك ونفقتك وأداء حقوق الله الواجبة وأداء حقوق الناس الواجبة بل والمستحبة. إذا أديت حق الله وأديت حق هذه النعمة فهذا شكر عملي قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا يعني عملكم بما أمر الله به سبحانه وتعالى يكون شكرا للنعمة عبر ذلك العمل أحدث لله تبارك وتعالى شكرا فقد أحدث فيك أمرا أحدث فيك أمرا يعني أظهر إمامتك. إمامة الأئمة الله سبحانه وتعالى قدرها حينما خلقهم أنوار قبل أن يخلق الخلق. فجعلهم بعرشه محدقين. وهم العالون الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى: أم كنت من العالين. وأمر الله سبحانه وتعالى الملائكه للسجود لادم لان نورهم كان في صلبه او من نورهم على كل حال فامامتهم كان الله سبحانه وتعالى قد قدرها وحتمها حتما لكن لم يظهر امامتهم الا في هذا العالم للناس وبعضهم اظهر امامتهم متقدما وبعضهم اظهرها متاخرا لحكم فقد احدث فيك امرا يعني اظهر امامتك لان الناس كانوا يتصورون ان الامام هو ابو محمد هو ابو جعفر السيد محمد رضوان الله تعالى عليه الحديث السادس ايضا من احاديث هذا الباب باب الاشاره والنص على ابي محمد الحسن العسكري عليه السلام عن علي بن مهزيار قال: قلت لابي الحسن يعني الامام الهادي ان كان كون واعوذ بالله فالى من؟ قال: عهدي الى الاكبر من ولدي. الله سبحانه وتعالى قدر الموت لجميع الناس بل لجميع من له روح، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. انك ميت وانهم ميتون. افان مت فهم الخالدون، وايات اخرى من القران الكريم. الله قدر الموت للجميع. وهذا ما يعلم به جميع الناس، بس احيانا الانسان يتغافل عن ذلك ما يريد يصدق انه هو يموت في يوم من الايام، لكن هو يعلم بانه سيموت، كل واحد منا ما يصدق انه راح يموت، بس هو يدري انه يموت. زين اصول اصول الدين من المسائل الهامه الايمان والكفر وال إيمان والنفاق والإيمان والضلال هذا يرتبط بمسائل أصول الدين والإمامة من أصول الدين وعلى الإنسان أن يؤمن بجميع الأئمة واحدا واحدا إجي على الإمام الهادي زين الإمام الهادي أيضا بشر الله سبحانه وتعالى قدر له الموت يقول الإمام الهادي إن كان كون وأعوذ بالله طبعا عبارة مؤدبة ما يقول له إذا أنت متت من بعدك أستعمل الفاظ مهذبة إن كان كون كناية عن الموت وأعوذ بالله يعني ألتجئ بالله سبحانه وتعالى مما يستتبع ذلك مو من أصل الموت الموت هو راح يتحقق هذا مؤكد الله سبحانه وتعالى قضى الموت على الجميع لكن حينما يموت إمام أو يموت نبي قد يحدث هناك خلاف وما تفرق الذين أوتوا الكتاب بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبي كان يموت كانوا يختلفون يغيب يختلفون بغيا يعني البعض يبغى ويظلم يصير انشقاق يصير فراق بعد موسى بنو إسرائيل انقسموا إلى إحدى وسبعين فرقة وبعد عيسى انقسموا إلى اثنين وسبعين فرقة وبعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله انقسموا او سينقسمون الى ثلاثة 73 فرقه بعض الفرق معروفه حدثت في التاريخ بعضها موجوده بعضها انقرضت ولعل هناك فرق اخرى ستتأسس في المستقبل لان الرسول لم يعين وقتا لذلك بس 73 فرقه شنو السبب في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى بين الحجة بشكل واضح، القرآن والرسول بيّنوا بشكل واضح، لكن لماذا اختلف المسلمون؟ لأن البعض بغى طغى ظلم المصالح المادية القبلية السياسية وكذلك الحالات النفسية من بغض وعداوة الائمة عليهم الصلاة والسلام سبب انه الناس ينقسمون فإذا عندما الامام الهادي الله سبحانه وتعالى يختاره إلى جواره لعل هناك البعض يخرجون ويدعون الامامة كذبا وزورا كما حدث بالنسبة إلى الائمة السابقين ومن قبلهم حدث بالنسبة إلى الأنبياء بعد وفاتهم أو بعد رفعهم إلى السماء كعيسى فالإنسان هنا لازم يستعيذ بالله من الفتن واحد اجى عند الإمام عليه السلام وقال ما معناه أنه اللهم لا تفتني الإمام شنو قال له قال له أنه الفتنة يعني الامتحان، يعني الله لا تمتحني. ما يصير هذا، الله سبحانه وتعالى قضى وقدر امتحان جميع الناس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يصير أنه أنت ما يمتحنك. لا تقول اللهم لا تفتني. وإنما قل أعوذ بك من مضلات الفتن. أحيانا الامتحان الانسان يثبت فيه. احيانا لا يظل الامتحان صعب يظل. الله امتحن اصحاب الرسول صلى الله عليه واله مثلا في معركه احد. هذا الامتحان كان في البدايه بالمال. غنائم اللي كانوا على الجبل، جمل الرماة اكثرهم طمعا في الغنائم خالفوا امر الرسول عمدا لانه رئيسهم ذكرهم بأمر الرسول، أن الرسول أمرنا بأن نبقى على الجبل، لكن الغنائم ملأت عيونهم، وأغلقت أسماعهم، وسببوا أن هذه الثغرة تفتح أمام المشركين، فبقيادة خالد بن الوليد يهجمون على المسلمين ويطحنونهم طحنا. والبعض لما رأى أنه الموت فقد رأيتموه وأنتم تنظرون المشركون هجموا من الخلف واللي كانوا منهزمين رجعوا شافوا الآن الموت الأكثر انهزم إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم يعني الرسول هم كان ديناديهم ويسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وآله لكنهم سقطوا في هذا الامتحان هسه بعدين تابوا والله سبحانه وتعالى عفى عنهم هذاك بحث آخر في الآيات الأخرى من سورة عمران قد بينت ذا بيّن ذلك لكن المقصود أنه أحيانا الفتن تظل الإنسان يعني الإنسان ما يتحمل فيظل لذا يقول: إن كان كون وأعوذ بالله فإلى من؟ قال: عهدي إلى الأكبر من ولدي. يبدو أن هذا كان بعد وفاة السيد محمد. هسا السيد محمد توفي، منو من أبنائك؟ الإمام؟ يقول: أكبر ولدي، لأن الإمام الحسن العسكري كان ثاني الأبناء. وجعفر ثالث الابناء وهناك ابن اخر للامام الهادي عليه الصلاه والسلام هو كان يسمى بالحسين ايضا هس اما قال الاكبر من ولدي يعني الثلاثه الحسن العسكري وجعفر والحسين ابناء الامام الهادي او الاكبر من ولدي الـ حسن والحسين لأنه جعفر يمكن كانوا يعلمون بأنه لا يكون إماما وسنتكلم حوله بعد قليل إن شاء الله. الحديث الآخر أيضا بنفس هذا المعنى علي بن عمرو العطار يقول دخلت على أبي الحسن العسكري يعني على الإمام الهادي وأبو جعفر ابنه في الأحياء يعني السيد محمد كان حيا. وأنا أظن أنه هو كنت أظن أنه الإمام ذكرنا أنه لورعه وتقواه وعلمه وأيضا لأنه كان أكبر الأبناء كانوا يظنون أنه هو الإمام فقلت له للإمام الهادي جعلت فداك من أخص من ولدك يعني من أعتقد به بأنه إمام وأخصه بالإمامة اعتقادا وإطاعة فقال لا تخصوا أحدا حتى يخرج إليكم أمري أنت الآن مو تكليفك أن تعتقد بالإمام اللاحق أنت تكليفك أن تعتقد بالأئمة الماضين والإمام اللي الآن في زمانك موجود أما من الإمام اللاحق تعتقد به إجمالا أما التفصيل هذا ما كان مطلوب منك لأن الله سبحانه وتعالى ولو انه بين لرسوله الائمه واحدا واحدا والرسول صلى الله عليه واله بين ذلك تفصيلا واجمالا، لكن في زمان الائمه لظروف التقية وحفظا للامام اللاحق احيانا ما كانوا يبينون من هو الامام من بعدهم، انت اجمالا تدري ان الائمه 12 ولازم تفصيلا تعتقد بالائمه الماضين وبالإمام الحاضر من الإمام اللاحق انتظر حتى يبين لك الإمام ما كان يريد ينتشر بين الناس أن الإمام هو الحسن العسكري حفظا له لا تخصوا أحدا حتى يخرج إليكم أمري قال فكتبت إليه بعده يعني بعد ما توفي السيد محمد في من يكون هذا الامر؟ فكتب الي في الكبير من ولدي او من ولدي، قال: وكان ابو محمد اكبر من جعفر. بالنسبة إلى جعفر هو ثالث الأبناء. الإمام، السيد محمد أكبر الأبناء، الإمام الحسن العسكري الثاني، وجعفر الثالث، والحسين بالنسبة إلى جعفر ابن الإمام الهادي، هناك كلام وبعض الروايات بأنه كان يرتكب بعض الأمور من الموبقات، وهذه روايات لا تصح، أسنادها ضعيفة، لا يمكن الاعتماد عليها، بل هي روايات موضوعة. وإنما الشيء الثابت في جعفر أنه طمع في الإمامة، شاف أخوه الإمام الحسن العسكري توفي، وما كان يدري أن له ولداً، أو كان يدري طمع في الإمامة، لكن بعد ذلك تاب من هذا الطمع، هو هذا لا أكثر ولا أقل. اما انه يقول مثلا كان لا يصلي، كان يشرب الخمر، كان ي... ويا المغنيات وكذا، هذه كلها لا تصح روايات ضعيفة، ولا يصح اتهام شخص بهذه الروايات الضعيفة، أنت الآن إنسان عادي أصلا، أصلا ما تعرفه، لا تقول أنه سيد ولا ابن إمام ولا كذا ولا كذا، إذا واحد ضعيف أو مجهول لا تعرفه. اجى ذكر لك ان فلان مثلا يشرب الخمر او يرتكب الموبقات وانت هذا اللي نقل لك هذا الكلام عن ذاك هذا انسان ضعيف او لا تعرفه هل يجوز لك ان تهرج على ذاك بان هذا انسان فاسق فاجر كذا واذا اجاك قال لك شنو الدليل على انك اتهمتني بكذا وكذا وكذا, وكذا وقلت له بأن فلان الضعيف أو فلان المجهول ذكر ذلك عنك، هل هذا يبرر؟ إذا في يوم القيامة رأينا سيدًا جليلًا ذا منزلة عظيمة جاء ووقف أمامنا وقال يا رب إن فلان وفلان 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 اتهموني بأني كنت أشرب الخمر وكنت مع المغنيات وكنت لا أصلي وكنت كذا وكذا وكذا يشتكي زين الله سبحانه وتعالى إذا خاطبنا أنتو شنو كان السبب بأن اتهمت هذا السيد الجليل نقول أن هناك رواية ضعيفة أن هناك رواية رواها شخص مجهول هل هذا يجوز؟ هل هذا عذر مقبول؟ والشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه أو غيره يروي عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال أن سبيل عمي جعفر سبيل إخوة يوسف والمقدار الثابت أنه طمع في الإمامة ثم تاب عن ذلك هو مو معصوم صحيح ابن إمام لكن مو معصوم هسه طمع في الإمامة بعدين تاب خلص الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة فالظاهر أن جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام كان سيدا جليل القدر وما روي في ذمي من ارتكابه الموبقات لا يصح شيء منها على كل حال هنا بعد استشهاد أو بعد وفاة السيد محمد يكتب للإمام الهادي في من يكون هذا الأمر؟ فكتب إلى الكبير من ولدي أو من ولدي، وكان أبو محمد يعني الإمام الحسن العسكري أكبر من جعفر. الحديث الآخر الحديث الثامن من أحاديث باب الإشارة والنص على الإمام الحسن العسكري جماعة من بني هاشم منهم الحسن ابن الحسن الأفطس هؤلاء رووا أنهم حضروا يوم توفي محمد ابن علي ابن محمد حضروا باب أبي, أبي الحسن يعزونه عندما توفي السيد محمد حضروا في بيت الإمام الهادي ليعزوه بابنه وقد بسط له في صحن داره يعني فرشة وفرش فرش في الساحة في صحن الدار والناس جلوس حوله فقالوا قدرنا أن يكون حوله من آل أبي طالب وبني هاشم وقريش مئة وخمسون رجلا سوى مواليه وسائر الناس يعني من بني هاشم ومن قريش مئة وخمسين واحد هذا غير الموالي وسائر الناس إذ نظر إلى الحسن بن علي قد جاء مشقوق الجيب. الجيب حسب تعبيرنا الآن الياخة. شق جيبه. طبعاً بين قوسين نذكر شق الجيب، واحد يشق ياخته في وفاة قريب له أو عزيز له. هذا لا يجوز إلا في حالتين من المحرمات، يعني المرأة تشق جيبها لموت زوجها، هذا لا يجوز حرام أصلاً إلا في حالتين، الحالة الأولى شق الجيب للمعصوم، يعني واحد في يوم عاشوراء يشق جيبه للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به، بل هو من الشعائر إذا يكون مستحباً لانطباق عنوان الشعيرة عليه، وهذا من الشعائر المهجورة، مع أنه في الروايات ورد أن العلويات شققن جيوبهن للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بمحضر الإمام زين العابدين هذا الاستثناء الأول للإمام المعصوم واحد يشق جيبه، الاستثناء الثاني الأخ لأخيه، إذا واحد توفي أخوه يجوز له أن يشق جيبه له، والدليل على ذلك فعل الإمام الحسن العسكري، حيث شق جيبه على أخيه السيد محمد. رضوان الله تعالى عليه وسيد محمد ما كان إمام ما كان إماما مع ذلك الإمام العسكري شق جيبه له على كل حال إذ نظر إلى الحسن ابن علي ابن علي قد جاء مشقوق الجيب حتى قام عن يمينه وقف عن يمين والده الإمام الهادي ونحن لا نعرفه، ذكرنا ان الامام العسكري، الامام الهادي كان يخفيه، والناس كانوا يتصورون سيد محمد هو الامام. فنظر اليه ابو الحسن بعد ساعة، يعني بعد فترة من الزمان، فقال: يا بني أحدث لله شكراً، فقد أحدث فيك أمراً، فبكى الفتى وحمد الله واسترجع. الإمام قال له: اشكر، حمد الله سبحانه، لأن حمد الله هو شكر له أيضا وقال الحمد لله رب العالمين وأنا أسأل الله تمام نعمه لنا فيك يعني الإمام العسكري قال لوالده الإمام الهادي أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك لأن عمر الإمام وبقاء حي هو نعمة عظيمة من أعظم النعم على الناس وإنا لله وإنا إليه راجعون نحن شفنا هذا من هو ما كانوا شايفين الامام العسكري لاخفائه. فسالنا عنه فقيل هذا الحسن ابنه، وقدرنا له في ذلك الوقت عشرين سنه او ارجح. يعني يبدو ان هذا كان سنه قبل استشهاد الامام الحسن، الامام الهادي عليه السلام. فيومئذ عرفناه. وعلمنا انه قد اشار اليه بالامامه واقامه مقامه لانه قال احدث لله شكرا فقد احدث فيك امرا هذا اشاره على امامته اشار للحاضرين ولكن من طرف خفي المؤمنون فهموا ما يقصده الامام الحسن العسكري ما يقصده الامام الهادي في الامام الحسن العسكري نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وهناك أحاديث أخرى سنتلوها عليكم في حلقات قادمة إن شاء الله هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين